الكورونا عادت الى تونس اليوم بعد غياب اسابيع بعد اعلان تونس اول دوله يعني في العالم خاليه من فيروس كورونا. اليوم تم تسجيل اصابات جديده، شنو ان شاء الله اخويا ربي يسترنا، ان شاء الله ربي يبعدها علينا. واحنا عندنا قريه بزايد في تونس، عندنا جوامع بزايد والحمد لله، ان شاء الله ربي يحمينا ان شاء الله، وان شاء الله يحمي الدول العربيه بصفه عامه، والله ينصر فلسطين ان شاء الله على الساينة، وبارك الله فيك. شو لازم اليوم يعني الاجراءات اللي لازم تتخذها يعني لدوله التونسيه؟ تتخذ الاجراءات، طب المواطن ما عنده حتى ذنب، الحكومه هي باش تاخذ اجراءات وهي اللي باش تعطي تعليمات. احنا صحيح نحمو ارواحنا، نحمو نعملوا الوقايه وحدنا، لكن الدوله عندها دور كبير، وان شاء الله ربي يحمينا. يعني عبد اللطيف المكي مع اعادته يعني على راس وزاره الصحه في الحكومه الجايه ولا نعرفوا بعد سقوط حكومه الياس الفخفاخ اللي كان فيها عبد اللطيف المكي وزير الصحه؟ عبد اللطيف المكي ما عمل حتى دور كبير في الصحه اخويا، ان شاء الله احنا جينا حاجه اخرى اللي تعجبنا في الدوله. هذه عملتها امريكا بالدول العربيه كهو، ما ثمش كورونا زيد من غير ما هلا محاوله تسرح بالحكم. كورونا ما ثم جمل هكذا اسمع. تسجيل اصابات جديده في تونس وفما مقاهي تسكر؟ لا 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 في تونس ما ثماش، هذا اذا كان اللي جايين يقبلوا فيهم هم اللي عندهم كورونا، احنا ما عندناش كورونا تانا وثما. لازم نسكر الحدود اليوم؟ لا ما عاد نسكروا فيه ما نسكروش. قلت يعني الاجانب هم الاجانب بالطياره، الاجانب يجيك باب الحدود ما بالطياره يجيك قاعدين يبرمجوا يدبروا فيروس وما كاو. ها وليدي لا وليدي ما ثماش كورونا في تونس ما ثماش بتاتا. الحمد لله أول بلاد ربي سترها البلاد هذه ربي سترها. والله احنا صحيح عملنا أنباء باهية في حكاية الكورونا هذيا، والدولة زادة كيف والحكومة بذلت مجهود ولقينا حلول ولقينا دي ريزولتا، أما نتصور أنا حسب رأيي اللي هي فتح الحدود وأغلبية الحالات اللي كانت موجودة تو حاليا بعد قضاء على كورونا هي حالات مستوردة. والتفشي بتاعها كان سريع، وان شاء الله نلقاونا حل في الموضوع هذا ونحينا الكورونا وان شاء الله نرتاحوا منها في اخر الوقت. يعني بعد عوده الفيروس هذا مع اعاده يعني عبد اللطيف المكي وزير الصحه السابق على راس الوزاره مره اخرى ولا؟ انا شخصيا مع اعاده عبد اللطيف المكي على راس الوزاره، والنتائج بتاعه هي اكبر دليل واكبر هنا على انه اكثر واحد في المرحله الحاليه قادر على انه يسير الوباء هذا وقادر انه يتوقف في اقرب وقت.